والمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف العقيد عادل الدوسري مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور. العقيد عادل بعد التحية، إذن اتخذتم إجراءات وترتيبات مرورية لعطلة رأس السنة الميلادية، ما هي هذه الإجراءات التي تضمن انسياب الحركة المرورية وفي نفس الوقت تحقيق السلامة المرورية؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدينك الكرام. طبعا احنا بداية من خلال توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وبمتابعة دقيقة على طبعا طوال اليوم من قبل الإشراف المباشر سيدي العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب آل خليفة، على متابعة جميع طبعا ومراقبة الشوارع الحركة المرورية في مملكة البحرين. واحنا طبعا من خلال هذه الخطة طبعا تم طبعا تكثيف عدد من الضباط على جميع شوارع مملكة البحرين، خصوصا الشوارع الرئيسية ودوريات متحركة ودوريات راجلة. واحنا اذا استدعى طبعا استدعت الحاجة بقيام التحويلات المرورية في بعض الشوارع التي تشهد كثافة مرورية من خلال هذا تواجد الضباط والدوريات على جميع شوارع مملكة البحرين، أن نقوم بإجراء بعض التحويلات إذا استدعت الضرورة. وبالإضافة طبعا عندنا هناك جسر الملك فهد الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، دخول كثيف لحد الآن من خلال جسر الملك فهد إلى مملكة البحرين ما يقارب 3000 مركبة إلى حد الآن من الساعة 10 صباحا، والآن هو في ازدياد طبعا دخول حركة المرور على جسر الملك فهد. نعم، فيما تحدثنا أكثر عن إمكانية تعديل الحركة في بعض الشوارع، هل سيرتبط ذلك بالكثافة المرورية؟ احنا طبعا ما تواجدنا في طبعا شوارع مملكة البحرين إلا إن شاء الله سوف نضمن انسيابية الحركة المرورية في بعض الشوارع التي سوف تشهد ازدحام شديد، مثل شارع الفاتح أو شارع الشيخ عيسى بن سلمان. نقوم ببعض التحويلات التي احنا من اختصاصنا أن نقوم بها في الإجراءات المرورية، التحويلات المرورية اللي احنا بنقوم بها، ولكن احنا نتمنى طبعا التعاون من قبل مستخدمين الطرق في مملكة البحرين. نعم، العقيد عادل الدوسري مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لك.